والدخول المدرسي والجامعي والمهني المقبل ايضا غيكون في واحد الظروف استثنائيه. لماذا؟ لان اليوم حنا نعيش واحد تطور الوضعيه الوبائيه، وهذا اليوم الحمد لله البلاد ديالنا تحكمات في هذا انتشار الوباء، ولكن ما قضيناش على الفيروس، ما كاينش اليوم دوله اللي قضت على الفيروس في مره واحده. لهذا حنايا مرغمين باش نعيشوا ونتعايشوا مع هذا الفيروس. لهذا اليوم عندنا واحد جوج ديال السيناريوهات. السيناريو الاول هو في ظل حاله الطوارئ الصحيه، اذا كانت السلطات العموميه اقرت بان هذا التمديد هذا الاطار ديال ماشي الحجر الصحي ديال حاله الطوارئ الصحيه، لكن التمديد ديالو غادي نديروا واحد الدخول اللي ايضا غادي لابد من احترام هاد التدابير والاجراءات الوقائيه اللي هي التباعد الجسدي الى اخره. وهنا نعمل على تهيئ واحد العدد ديال المضامين الرقميه بالنسبه للدوره الخريفيه باش يكون واحد التدريس بالتناوب حضوري وعن بعد. وان شاء الله لا تم رفع النهائي لحاله الطوارئ الصحيه، غادي يكون دخول عادي. وحنا ان شاء الله كننتظروا مليون ديال التلاميذ والطلبه والمتدربين جدد اللي غيولجوا للمنظومه التربيه والتكوين والبحث العلمي ابتداء من شهر سبتمبر. 650,000 بالنسبه للابتدائي، تقريبا 250,000 بالنسبه للعالي، و 150,000 بالنسبه للتكوين المهني. هذا ايضا في حد ذاته واحد التحدي كبير. لهذا الحمد لله الحكومه معباه باش توفر لنا الموارد البشريه، باش توفر لنا واحد الميزانيه اللي يمكننا ايضا نتموا المشاريع ديالنا ديال الاحداثات ديال التوسيع ديال اعاده تاهيل ديال المرافق، ويمكننا نصادفوا في احسن الظروف هذا التلاميذ والطلبه. هذا التعليم عن بعد جاء في واحد الظروف مفاجئه، ظروف خاصه. علقنا الدراسه يوم الجمعه 13 مارس، يوم 16 مارس كان خصنا لابد نقدموا واحد التعليم تعويضي للتعليم الحضوري. واشتغلنا بكل جديه بكل حماس بفضل الانخراط ديال الاساتذه، واستطعنا اسبوع بعد اسبوع نبني واحد المضامن الرقميه لا باس بها. بدينا ب 600 مضمون، وهاد 600 راه دارت في واحد 10 سنوات الاخيره. اليوم حنا في 6500 مضمون في 3 اشهر. دونك العزيمه كاينه، الجراه كاينه، والحمد لله القدره على الانتاج وعلى بناء هذه المضامين الرقميه موجوده. والحق ولكن منذ البدايه واجهنا واحد المشكل. شنو هو؟ هو ولوج هذا التعليم عن بعد من طرف واحد الفئه، واحد الشريحه ديال المواطنين، ولا سيما في العالم القروي وايضا في العالم الحضري اللي ما عندهمش حواسيب واللي ما عندهمش الربط للانترنت. كان واحد عدد المبادرات مهمه من طرف المنتخب ومن طرف الجمعيات من طرف مؤسسات دوليه باش منحنا هذوك اللوحات الالكترونيه، اكثر من 10,000 لوحه الكترونيه اللي تم التوزيع ديالها على المستوى القروي. اليوم الملف اللي خصنا نحسموا فيه هو تمكين هذه الاسر المعوزه في العالم القروي للاستفاده من هذه اللوحات. اليوم كنتكلموا تقريبا على 2 ملايين ديال التلاميذ، هما التلاميذ اللي كيستافدوا من برنامج تيسير. هذا برنامج طموح مهم اللي غادي يكلف واحد الميزانيه كبيره، تقريبا واحد 2 مليار ديال الدرهم. والحكومه تجتهد وكتفكر كيفاش يمكن لها دير هذا التسهيل الولوج لهذا، لان المستقبل ديال التعليم هو مستقبل، هو تعليم بالتناوب، التعليم الحضوري والتعليم عن بعد كتكميل التعليم الحضوري. وايضا البيداغوجيه اللي كنستافدوا منها في التعليم عن بعد هي بيداغوجيه ناجعه مبتكره، واللي ما عندناش الفرصه باش نتعلموها في التعليم الحضوري. و عندي اليقين بان التحسن الدراسي غيكون احسن عبر التعليم عن بعد ايضا. دونك المشكل ديال الولوج حنا بصدد فتح هذا الملف بكل جراه